بس بقى كده بنات، ده كده اللي متبل اهو متحمر زي ما انتوا شايفين. القشره بتاعتها والجدار ما شاء الله عليها فظيعه، ولا احلى ولا اروع. انا بقى بحب دي رفنعه موت. بصوا الشريحه يم يمي، وده اللي احنا تبلناه. بصوا طبقات كده تحط في الفريزر، وقت ما تحتاجي هتطلعي وتحمري على طول. يلا عايزه منكم لايك، وزي ما شفتوا في القناه تنزلوا تشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل. ومن النهارده من صوابعك مش هتتبهدل وانت بتتبلي البانيه لو مشيتي على الطريقه بتاعتي دي. مساء الورد، مساء الحب، مساء السعاده. يلا بنات تعالوا دلوقتي اوريكم ازاي الذ بانيه، الذ بانيه بجد، تعمليه بثواني ما تاخدش وقت منك خالص، سهل وسريع وطعمه تحفه تحفه تحفه. تعالوا مع بعض شوفوا الطريقه، بس ما تنسونيش بسرعه باللايك لايك لايك. طيب تمام كده، انا هاخد طبق البانيه بتاعي، وزي ما انا قلت لكم بحب قوي بانيه دجاج اليوم، لان بجد تحفه وفريش وطعمه كده جميل جدا جدا جدا. وصدور تكون مخليه بدل ما اقعد اتعذب ان انا اقطع في الصدور والكلام ده كله. تمام، انا كنت هنا بتبل وبجهز حاجتي، بس دي هتكون حلقه منفصله ان شاء الله، اللي هي حلقه تجهيز اللحوم وتجهيزات الفريزر. بس بقى معاكم البانيه لوحده. حطيت هنا كده الصدور، حطيت عليها شويه ليمون وملح وخل وطحين، وهسيبهم منقوعين حبه بتاع حوالي ربع ساعه كده، تضمني يطلع اي زفاره. بالرغم ما شاء الله بنيه اليوم مفيش ريحه زفاره خالص، بس انا خلاص خدت على الطريقه دي. بعد كده هبدا ان انا صفيتهم وغسلتهم كويس من الفلتر، وهاجي بقى انا اقطع الصدور. عايزه تقطعيها ستريبس قطعيها، بس انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده سلايس، بحيث ان احنا بنحبها رفيعه جدا جدا جدا، بالشريحه تكون بالمنظر ده. تمام، هو ما شاء الله بيساعد انك تقطعيه بسهوله، مفيش لا عظم ولا في اي حاجه تعصبك. بعد ما تقطع كده هبدا ان انا ايه ارجع تاني اشطفه تاني واغسله بليمون. طيب تمام، بعد ما غسلته وصفيته جبت طبق فيه ليمون وفلفل اسود وملح وهيل وبابريكا ورشه من الكركم كده، بتديله طعم جميل ولون حلو. لو عايزينها سبايسي برضو حط سبايسي، توم باودر، بصل باودر، والتوم باودر لو مش حابين نكهته شيلوها. تمام، ومعلقه كبيره كده من دبس الرمان، ومعلقه من البهارات المخلوطه بتاعت الدجاج، وعلبه واحده كده كبيره من الروب. تمام، كله كده يتخلط، الباودر مع الليمون مع معلقه الخل ومعلقه دبس الرمان وعلبه الروب، بقى كله سائل كده وجميل جدا. دي ألذ تتبيله، عسل 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 بجد. تمام، تقدروا تبدلوا التوم الباودر بصل باودر ببصل عصير. تمام، عصير بلاش التفل. وهتتبليها وتسيبيها كده في التلاجة حوالي يوم كده، او لو مستعجلة سيبيها على الاقل كام ساعة تتبل. عندي هنا كده الدجاج اللي احنا تبلناه مع بعض البانيه، وعندي هنا بقسماط الطحينة، هقولكوا بعمله بقى ايه اللي هو على السريع ازاي. احط كده طحين شوية، واحط بقسم شويتين، يعني البقسم كتير والطحين حوالي معلقتين. تمام، وهتبل الكلام ده عشان يطلع طعمه حلو بالبابريكا. كده انا حطيت البابريكا ورشه بسيطه ملح، وانتوا بتحبوا ملح، ورشه من الكركم. الكركم مش هيغير الطعم، بس هيدي لون للبانيه تحفه زي ما شفتوه في البدايه كده. وهتاخدي بقى ايه تتبلي. انا هقول لكم دلوقتي على طريقه تتبلي بيها علشان خاطر ما ايدك مش تتوسخ وتبقى كلها عجين الصوابع كده وتخينه. بصوا بنات، عايزه اقول لكم على معلومه هنا، عندك ايدين تمام، عشان ايدك ما تبقاش كده عجينه انك بتعملي كله مع بعضه، يبقى ايد هتحط وايد هتتبل. يعني مثلا ايد هتاخد من هنا وتحط هنا، وايد التانية تتبل. بصي كده هتفضلي لغايه ما تخلصي ايديك الاتنين ما يبقاش فيهم ايه، ما يبقاش فيها ليه الطبقات الكتيره دي، فاهمني؟ اهي بصوها، ايد هتاخد من العلبه وتحط هنا، والايد التانية اللي هتغطي وتعمل الكفر. لحظه اوريكم. كده ايد تاخد من هنا وتحط كده، والايد التانية اضغطي. شوفي بقى انت هتتحكمي باي ايد في الضغطة وتحطي وتعملي بيها. يعني وانت بتتحكمي مثلا في ايدك دي اكتر كده، يبقى هتاخدي بدي وتحطي. تمام، وهكذا. بصوا لي قد ايه، بصوا ما شاء الله كده، انا بعمل اكياس في دي عصنيه كلها. تمام، بس بقى بتهوي كده لغايه ما ايه،
ما كل قطعه تحسيها انها نشفت كده وتمسكت مع نفسها لوحدها، وتجيبيهم في علبه وتدخليهم على ايه، على الفريزر زي ما قلت لك، وقت ما تحتاجي تطلعي. بصي بس تبارك الرحمن، النص كيلو عمل كميه قد ايه، صراحه كميه جميله جدا جدا جدا. محدش يكتب لي يقول لي ان دجاج اليوم غالي، لان هو مش غالي، بالعكس لما تجيبي نص كيلو ب2 وربع او ب2 و100 وتتبليه ويطلع معاكي الكميه دي، هيبقى انضف من انك تجيبي الكيس التشيكن متبل وجاهز ب3 دنانير، فاكيد هيبقى افضل لك واوفر لك وكميه اكتر اعتقد. تمام، وكافي انه افضل وصحي. يلا لايك 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 لايك، مليون لايك، وزوروا اشتركوا بسرعه في قناتي، فعلوا جرس التنبيهات واختاروا كلمه الكل. دلوقتي بقى تجيبي علبه كده بلاستيك نظيفه بغطا، وتبداي تحطي طبقه من التشيكن وطبقه من الاستريتش راب او ورق الزبده، وبعد كده تحطي طبقه تانية وهكذا، وتشيليها بالفريزر. دلوقتي هقلي معاكم حتتين عشان اوريكم ان هو ايه، لا بيقع ولا حاجه لو عملته بالطريقه دي، الطريقه بتاعتي دي. تمام، هديه كده عشان تشوفوا وريقكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش حاطه زيت كتير عشان يعني انتوا عارفين كده افضل، تقدروا تحطوه في القلايه الهوائيه وتفتكوا احسن لكم مليون مره. ودي بيحب الرفيع، خليني اعمله له رفيع يسخن. كده انا مش هشيل التصوير عشان اوريكم قد ايه هو جميل وما بيتشالش. شايفين قد ايه هو جميل وتحفه، والتتبيل عايز اقول لكم عسل عسل عسل. بس انا عندي ابني بقى يعني مدمن بني بتاع تيتا منى، ربنا يخليها لنا يا رب ويحفظها خالته منى. هو طبعا ابني يقولها تيتا منى لان بيعشقها زي التيتا سموره بالظبط زي امي. هي بصراحه ربنا يبارك لها ويخليها لنا، كانت بتبعت له البني من مصر على طول مع اي حد جاي، ومتعلق في دماغه التتبيله بتاعتها الطعم بتاعها. مهما اعمل واجي له يمين شمال يقول لي مامي مش نفس تتبيله تيتا منى خالص. معرفش بقى الولد فظيع فظيع فظيع. كلنا بصراحه بنحب اكلها، لو عملت بيضتين كده بيض مقلي بنحس ان طعمه تاني خالص. فربنا بجد يديها الصحه، وبتمنى من كل متابعيني اي حد يعين على الفيديو يدعي لها بالصحه يا ماما. وبس كده وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى الاشتراك في قناتي قبل ما تطلعوا من الفيديو، فعلوا جرس التنبيهات واعملوا شير كتير. باي. خلصنا، بتكوني فرحانه مرتاحه قوي قوي قوي. انا هنا عندي كده الكفته، وقت ما هحتاج ان انا اطلع الطبق ادخله الفرن يتشوي على طول. الدياي بتاعي مغسول ومتبل.